حسين والراجل الشاب الجميل ده قاعد هو مدير الوحدة، مدير وحدة حقوق الإنسان، من خلال آليات متعددة لتتماشى مع متطلبات السلمية والنهضة بين الأمم. سيدات والسادة، في النهاية أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر المتميز، وأتمنى لكل المشاركين فيه عدم الحق في التعليم وعدم إن إحنا نقول كمان لو عنده موهبة ما نستثمرهاش ولا نستغلها. عشان كده إحنا برنامجنا في السنة دي في الدراسة عاملين يوم كامل للنشاط الرياضي للتناغم مع نشاط ثقافي وفني حتى تظهر قدرات هؤلاء وتبدأ تخش إدارة الشباب تبص على الاهتمام بتعليم الإمام. بس نفس النتيجة وأحسن. نفس النتيجة أنا عملت ضغط سكاني، والحاجة الثانية أنا لم أخل بالتنوع الموجود في المجتمع ونسبة النوع الموجود. احنا بنعاني منها دلوقتي.